الهدف المعلن والخفي من هذه الحملة والتي وصفها البعض بأنها الأعنف منذ سنوات طويلة في الضفة؟ يا سيدي لنبدأ في المعلن. الهدف المعلن هو هدف أمني على اعتبار أن هناك أنوية للمقاومة الفلسطينية بدأت تتطور وتمتد وتتسع وتشكل خطورة أمنية كبيرة، خاصة في ظل يعني امتداد هذه العمليات إلى الداخل الفلسطيني المحتل، وخاصة العمليات الاستشهادية. وبالتالي هذه ذريعة معلنة أن هناك بعد أمني يتحرك على أساس هذا الاحتلال بهذه العملية الواسعة، وهو إعلان لفشله الأمن الكبير على مدى سنوات طويلة خاصة في العمل في هذه المنطقة. أضف إلى ذلك يا سيدي هناك هدف سياسي الآن يخدم نتنياهو في المسار التفاوضي الذي يجري الآن في الدوحة، وهذه ورقة لا يمكن لنا أن نغفل كيف يمكن له أن يضغط على الضفة الغربية ويبتز الأمريكي ويبتز كل الأطراف، خاصة أنه لم يعد يستقوي إلا على الضفة الغربية، ونحن نعلم ما يجري في قطاع غزة وكيف يعني لم يستطع استكمال حربه وعدوانه على لبنان بفعل يعني ما يمكن أن تشكل هذه يعني الحرب من دمار كبير يؤثر بالضرورة على الوضع الإسرائيلي الداخلي ككل. ولكن دعني أقول هناك هدف استراتيجي أيديولوجي كبير، وهذا الهدف هو تتويج لكل تلك السياسات والمقترحات ويعني المبادئ التي أسس عليها هذا الائتلاف الحاكم في إسرائيل، والتي أصبحت موجهاً لعمل هذه الحكومة من خلال زيادة الاستيطان والمستوطنين وتغيير الواقع يعني واقع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وبناء الأطر المؤسساتية التي تنقل الإدارة المدنية من إدارة حكم عسكري إلى المؤسسات الدولة الإسرائيلية، تمهيداً لبسط القانون الإسرائيلي على المستوطنات وضم مناطق جيم كخطوة أولى لعمليات تهجير كبرى في المناطق الزراعية والريفية. وأعتقد أن هذه العملية تأتي في إطار التمهيد الجدي لاعتبار العامل الأمني كعامل مبرر لهذا العدو، يعني يجعله يوظفه من أجل تدمير يعني أولا المخيمات وتهجير سكانها. ولاحظنا منذ اللحظة الأولى بدأ وزير الخارجية الإسرائيلي يقول نحن يعني سنطلب من السكان إخلاء تلك المناطق التي يوجد فيها عملية عسكرية. هذا هو الهدف، هدف كبير، هدف استراتيجي يهدف بالضرورة في نهاية المطاف إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية أو الكيانية الفلسطينية، ودعني أقول بهذه العبارة، وإحراجها وإضعافها ومحاصرتها وجعلها تدخل في حالة من الإرباك والسجال الداخلي حول الأولويات الوطنية في ظل ما يجري الآن يعني من واقع كفاحي نضالي يعني في ظل هذا العدوان الشامل على شعبنا. وبالتالي نحن في ظل هذه الأهداف المتداخلة يتبين لنا أننا أمام مرحلة جديدة في الحالة الفلسطينية وتحديدا في الضفة الغربية، لطالما قلنا نحن نعيش في ظل عدوان شامل وحرب شاملة على شعبنا تستدعي مواقف وطنية كلية تواجه هذه التحديات وتضع المشروع الوطني الفلسطيني والنضال الوطني الفلسطيني في مرحلة مختلفة عن السياقات التي حكمت العمل الوطني الفلسطيني طيل العقود. طيب لكن حتى من منظور عسكري صرف سيد أشرف، يعني كيف يمكن فهم أن يورط الاحتلال نفسه وهو غارق الآن في غزة أن يفتح جبهات أخرى ويعني في وقت واحد؟ يعني ما المقصود من ذلك؟ شوف دعني أقول وبشكل واضح، الضفة الغربية مسيطر عليها وهناك 120 ألف مستوطن عمليا مسلحين ويستطيعوا سد العديد من الثغرات الأمنية في الضفة الغربية. هذا الجانب. الجانب الآخر، وهذا يعني في إطار تلك الأهداف التي تحدثت عنها، في غزة الجيش الإسرائيلي، وزير الدفاع، هيئة الأركان، المؤسسة الأمنية تحدثت بشكل واضح أن العملية العسكرية في غزة قد انتهت، لأنهم يعلموا تماما أن هناك حرب استنزاف حقيقية جدية، وبالتالي هو أنهى العملية العسكرية بفعلها المباشر وبطريقتها وبأسلوبها الهمج الوحشي الذي استمر طيلة الأشهر الماضية. وبالتالي هنا يجب يعني أن نربط الأهداف والمتغيرات والأحداث والمواقف وما يجري عمليا من مسار تفاوضي. هذا ما يجب أن يقال. إسرائيل على وقع هزيمة استراتيجية في ظل تداعيات كبرى بفعل هذه الحرب على أمنها. وبالتالي هو ماذا يريد من الضفة الغربية؟ هو يريد أن يحقق صورة انتصار وأن مشروعه الاستراتيجي في الضفة الغربية، أضف إلى عندما يوصل إلى ضغط، عندما يتكامل الضغط عليه داخليا وخارجيا في إطار الصفة،
هو يلهي سموتريتش وبنغفير هؤلاء المتطرفين الذين يرعوا ويقوموا بكل عمليات التخطيط للسيطرة الإسرائيلية وتغيير واقع السيطرة كما قلت على الضفة الغربية، لأن هذه الضفة الغربية وفي القانون الدولي هي أراضي محتلة وإسرائيل تتعامل معها، وفي القانون الإسرائيلي في هناك قيادة المنطقة الوسطى تخضع لها الإدارة المدنية، يعني هي التي تدير العلاقة مع الفلسطينيين في شؤون الحياة والطرق وغيرها. وبالتالي المسألة بالنسبة لهم، وهذا مخطط سموتريتش بن غفير في إطار خطة الحسم، وكيف يجعل الاستيطان شرعي، وبالتالي بدأ بعمليات كبرى في يعني شرعنة البؤر الاستيطانية وزيادة أعداد الوحدات الاستيطانية، وهذا كله يبين لنا أنه يعني عندما يعطيه الضفة الغربية وافعلوا ما تشاءون، وهي الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية كبرى في الضفة الغربية، ومقاربتنا علينا أن نخلص من غزة لأنه نحن وطنين في غزة، وبالتالي قد يعني يهيئ الأجواء الداخلية في الحكومة الإسرائيلية لتلك الصفقة المقترحة. وأنا بظني يعني أختلف عن الكثير أن الأمريكي يعني قد يضغط بشكل أو بآخر على صياغة ما في إطار تلك الصفقة، هذه الصفقة، يعني الوضع في الضفة الغربية، الوضع في غزة، الوضع في المنطقة، يجعل حسابات التكلفة والمصالح الأمريكية باهظة الثمن في ظل امتداد الحرب واتساعها واستمرار الأمور بهذه الطريقة. أضف إلى أن هناك عامل يعني أمريكي خاص له علاقة بالإدارة والحزب الديمقراطي، بأن نتنياهو يعبث مع هذه الإدارة ويحاول أن يوظف ما يجري في الضفة الغربية وفي غزة وفي هذه الحرب من أجل يعني أن يقوض فرص الديمقراطيين ويقلل من فرصهم في الانتخابات الأمريكية. بالإضافة إلى الأهداف التي أشرت إليها سيد أشرف منذ قليل بالنسبة لهذه الحملة من منظور محتل طبعا، نود أن نسأل عن هذه المخاوف الذي يطرحها هذا العدوان، وهو الأعنف كما أشرنا ربما منذ عقود كما يقول البعض، وفي ظل أيضا مشاركة سلاح الجو، مسيرات، أعداد كبيرة من القوات، بعض المصادر تتحدث عن آلاف الجنود، تكتم شديد على سياق هذا العدوان، لا أحد يعلم ما هو منتهاه ولأي مدى يمكن أن يذهب، حالة صمت دولي غريبة وغير مفهومة، ما هي المخاوف في ظل كل هذه الأجواء؟ شوف، هو يختبر الأرض والميدان، واختبره في السابق ووجد أن هناك مقاومة هو يعتقد أنها فتية وشابة ومحدودة، ولكن استطاعت هذه المقاومة حتى الساعات الماضية، نحن يعني بـ20 ساعة متواصلة من هذه العملية وهذه الاجتياحات، ما زال شعبنا متمسك بأرضه ومقاومة تتصدى بإمكانياتها المتواضعة، وبالتالي هو يحاول يعني اختبار ما يمكن أن يستطيع تحقيقه. إذا استطاع تهجير مخيم نور شمس أو مخيم جنين وجعلهم يرحلون، هذه قد تكون بداية يعني لخطوات أخرى، ولكن هو يصطدم بهذا الواقع. وبالتالي دعني أقول عليه أن يخشى ويخاف من مسألة هو لا يحسب حسابها، هو أن تدخل يعني الفصائل الفلسطينية بمجموعها وعلى رأسها حركة فتح إلى ساحة هذه المواجهة. هناك أصوات تعلو في الضفة الغربية، والضفة هذه صحيح محاصرة ومراقبة ومصورة وفيها يعني من الإجراءات الأمنية ومن القيود الفلسطينية الداخلية الذاتية، عمليا تقيد الفعل المقاوم بمعناه الفلسطيني العام والشامل والعارم، ولكن إذا اختبر هذا الاحتلال يعني صبر عليها لا يختبر صبر الضفة، واعتقد ان الحالة الفلسطينية الكلية الان قد تاخذ قرارات مصيرية، وهناك دعوات جدية لتطبيق قرارات المجلس المركزي باعتبارها يعني عناوين للعمل تؤسس لمرحلة جديدة للنضال الوطني الفلسطيني. وهناك من يعتقد ان خطاب الرئيس الفلسطيني في البرلمان التركي قد يشكل حالة نوعية في النضال الوطني من خلال تعزيز الوحدة، و يعني بدأت القيادة تدرك تماما مخاطر هذا الاحتلال وسياساته على السلطة، على المشروع الوطني الفلسطيني، على الاتفاقيات الموقعة، على مشروع أوستو، على المشروع السياسي لحركة فتح. يعني دعني أقول بشكل علمي، إذا حركة فتح يعني مشروعها السياسي في إطار أوسلو والسلطة وهذه الكيانية قد فشل، ماذا تفعل حركة فتح؟ أكيد حركة فتح يعني ستعود إلى النضال وإلى الكفاح المسلح وبأشكال مختلفة، وهناك مجموعات في حركة فتح تنخرط مع هذه القوات، مع هذه المجموعات المسلحة، وهناك تنسيق ميداني، ولكن يعني نحتاج إلى قرار وطني فلسطيني استراتيجي بالمواجهة واستراتيجية مواجهة فلسطينية شاملة. وبالتالي بغض النظر عن طبيعة التحديات والمخاطر، ولكن يجب أن يكون في هناك موقف وطني كلي فلسطيني يتعامل مع هذا الاحتلال بعدوانه وبسياساته ومخططاته الكبرى.
وعلينا أن ندرك أن مخطط التهجير والترحيل والوطن البديل إذا تمكن هذا العدو من تحقيقه، يعني هذه العملية قد تكون هي المقدمة والبروفة. على ذكر التهجير، واعذرني على المقاطعة، ما جدية هذه المخاوف خصوصا في ظل هذا الحديث لوزير خارجية الاحتلال اليوم؟ نعم، يعني أولا هو إعلان واضح وصريح أن التهجير يعني قد بدأ في قطاع غزة، وحاول هذه التجربة ولكن فشلت بفعل يعني مجموعة من العوامل، صمود شعبنا، مقاومتنا، الموقف المصري، الموقف الدولي العالمي منع عملية التهجير، ولكن ترك شعبنا يقتل ويذبح في قطاع غزة، هذا ما يجب أن يقال. ولكن الآن في الضفة الغربية هو يعتقد أنه بدأ بعمليات تهجير في المناطق الريفية الزراعوية الزراعية البدوية، أضف أنه قد يجد من المبررات الأمنية والتوسع الاستيطاني وأمن المستوطنات مناطق لعمليات توسع. عندما نقول ضم، يعني ضم الأراضي، بسط القانون الإسرائيلي، يعني هذه عندما يأتي يضم مثلا 100,000 دنم في منطقة مجاورة لعشرات القرى الفلسطينية، وبالتالي هو قد يعطي نفسه الحق في عمليات التهجير، وأن هذه أرض إسرائيلية، وأن من يحق له حق تقرير المصير في هذه الأرض هم اليهود وليس أي شعب آخر. هذه قضية علينا أن ندركها، وبالتالي هو بدأ بعمليات في المناطق، في مناطق يطا، في مسافر يطا، في مناطق الأغوار، في قرى يعني جنوب شرق رام الله عفوا، وبالتالي بدأت عمليات تهجير، أضف إلى يعني ما قامت به هذه الحكومة من السيطرة على ما يقارب يعني 200,000 دنم يعني كأراضي دولة كمحميات طبيعية. إذا نحن أمام هجمة استيطانية توسعية، شرعنة في البؤر الاستيطانية، البؤر الاستيطانية يعني مصادرة عشرات آلاف ومئات آلاف الدنومات من الأراضي، وبالتالي هون الفكرة. أضف إلى ذلك هو يعني كيف يستطيع أن يبرر المخيمات، كما نقول هي بؤرة للمقاومة الفلسطينية وهي أنوية صلبة حقيقية، وهذه يعني المخيمات عندما يدخل ويدمر البنية التحتية ويجعل المخيمات لا يوجد فيها ماء ولا كهرباء ولا شوارع، ويحاصر المراكز الصحية والطبية والطواقم الإغاثية والدفاع المدني، محاولة عمليا لعمل بروفات شبيهة بما قد يجري في قطاع غزة. ولهذا السبب عمليته يعلن عنها بأنها قد تكون محدودة، صحيح موسعة في بعض المحافظات في الشمال، ولكن هي أنا أقول هي جس نبض واختبار للموقف الفلسطيني الكلي ولردة الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية. على ردة الشارع، على ردة الشارع الفلسطيني، طبعا هناك من ينتظر انتفاضة ربما في أي لحظة، وهذا سيقلب المعادلة رأسا على عقب. ولكن لضيق الوقت أختم معك بسؤال سريع لو تكرمت وبإجازة حتى نعطي فرصة للجمهور. أين هي السلطة وما موقعها الآن، والحال أنها ما تزال تنسق أمنيا، ما تزال تطارد المقاومين، ما تزال تطارد سلاحهم، هي الآن في موقف محرج. الرئيس عباس قطع زيارته إلى المملكة العربية والسعودية وعاد فورا، ما الغاية من العودة إذا كان سيعود ويبقى في مكتبه وأجهزة أمنه تبقى في مقراتها، يتساءل البعض. وهنا نشير إلى نداء ربما رئيس حركة حماس في الضفة الغربية جبارين، الذي دعا هذه القوات إلى النهوض لحماية شعبها. ماذا نتوقع من أجهزة السلطة؟ شوف، دعني أقول بشكل واضح، بشكل رسمي لا تستطيع هذه الأجهزة الأمنية مقاومة الاحتلال، ولكن حركة فتح التي تقود هذه السلطة وتقود النضال الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية وتسيطر على كل إمكانات وموارد شعبنا، تستطيع أن توظف طاقات الأجهزة وطاقات السلطة وإمكاناتها، وأن تعزز حالة النضال والصمود الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. ودعني أقول نعم، هي لحظة تاريخية فاصلة، على القيادة أن تكون يعني بمستوى التحديات ومستوى المسؤولية، واعتقد ان هناك دعوات لاجتماع القياده واجتماع اللجنه التنفيذيه. هذه المره لن يقبل الشعب الفلسطيني ان يكون هناك بيان عادي، لان الموقف غير عادي والتحدي غير عادي. وكما قلت لك يعني جبتها بصيغه مختلفه، انه مشروع حركه فتح السياسي، مشروع منظمه التحرير، وبالتالي هناك مسؤوليه وطنيه تاريخيه، والتاريخ يسجل يا سيدي. يعني في ظل هذه المواقف والتحديات اعتقد يعني نحن كفلسطينيين إما أن يعود نضالنا الوطني إلى المربع الأول، ونطالب بفلسطين التاريخية، وليكون التهجير ولتكون النكبة الرابعة والخامسة، ليس هذه المشكلة، هذه قضيتنا، وندفع ثمن نضالنا وصمودنا وتمسكنا بحقوقنا الوطنية المشروعة، ولكن أن نكون موحدين في الخيارات والتوجهات، وأن لا يكون بيننا من يعني من يغاير الحقوق الوطنية، ومن يبتعد
عن حقوقنا الوطنية المشروعة. نعم. وبالتالي فشل مسار التسوية، فشل المسار العملية السياسية، إسرائيل قوضت كل الجهود. وقبل كل ما يعني ما يجري الآن في الضفة الغربية، لماذا حدث طوفان الأقصى؟ كنا نشهد يعني اجتياحات في المسجد الأقصى، وكنا نشهد اعتداءات متواصلة من المستوطنين ومن الاحتلال على شعبنا، وفشلت قبل كل ذلك وأفشلت إسرائيل آلية شرم الشيخ والعقبة. إذن ماذا يتبقى لشعبنا وسلطتنا وقيادتنا وفصائلنا؟ ودعني أقول علينا أن يكون خطابنا خطابا وطنيا جامعا، حماس بسلاحها وهي مقاومة الشعب الفلسطيني، السلطة وفتح وقود الفصائل هي حالة كفاحية نضالية فلسطينية اختارت مسارا وشكلا من أشكال الكفاح والنضال قد يعني قد خدمها لفترة من الزمن، ولكن الآن علينا أن نوحد جهودنا الكفاحية النضالية وأن نشتق مسارنا الكفاحي النضالي وأن نختار أسلوب النضال الأمثل الذي يحقق لشعبنا أهدافه في الحرية والدولة والعودة والاستقلال. الأستاذ أشرف عكا الباحث في العلاقات الدولية من رام الله، نشكرك جزيل الشكر.